سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم والتسديد في القول والعمل، إنه خير مسؤول. نستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، طيب، حتى نعم حتى تصل الاتصالات أبدأ بهذه الكلمة حول ركن الإسلام العظيم، ألا وهو الحج إلى بيت الله تعالى العتيق. ذلك أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا على القادر المستطيع. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأيضا جاءت النصوص كلها مؤكدة على وجوب الحج إلى البيت العتيق. ومن فضل الله جل وعلا ورحمته أن فرض الحج في العمر مرة واحدة. وأنا بإذن الله تعالى أعدكم إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله سنتكلم عن الحج بشكل أوسع، وسنشرح الحج نشرح مناسك الحج شرح عملي بإذن الله تعالى، حتى يستفيد الذي عنده نية الحج. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخوي حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عزيز؟ مرحبا أخوي حمد. شيخ، أنا صار لي فترة طالب بحلقة تاريخ 7. إيه، أبشر إن شاء الله. ساعدني. لا لا، بيساعدونك إن شاء الله، وأبشر وأنا بشفع لك بإذن الله. الله، جزاك الله خير. شيخ، عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول: الحلقة كم هذه؟ تقول حلقة رقمها كم؟ 7. تاريخ 7؟ تاريخ 7. نعم. 7/8. نعم. طيب. شيخ، مثلا الحين إذا أنا كنت جالس مثلا النت كان مقطوع عندنا في البيت، فاستخدمت نت الجيران بدون علمهم. إيه. هل هذا جائز مع العلم أنهم مو بحاطين باسورد أو رقم سري؟ إيه نعم. هل هذا يجوز أو هذا يعتبر من السرقة؟ أبشر يا حمد، أبشر. وشيخ، طريقة الأذان الصحيحة لو سمحت شيخ. طيب. لأن بعض الأحيان الإمام يتأخر في المسجد. الإمام؟ الإمام يعني يتأخر في المسجد، نحن نضطر نحن نأذن. نعم. طيب يا حمد. تفسير قول تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني هل يا ترى إذا أنا اشتريت يعني مثلا استخدمت نعم الله أحدث بها الناس؟ طيب، جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. طيب يا حمد، أبشر يا حمد، تفضل يا ملاك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي أسئلة، بدي أعرف إذا أنا كنت أكذب على أولادي فيعلمهم الدين والصلاة والصوم، ما هذا الحكم؟ ملاك؟ أخت ملاك، بارك الله فيك، صوتك يقطع، ممكن تعيدين وترفعين صوتك شوي؟ لا أختي ملاك، أعتذر منك، ما وصل شيء أبدا. حاولي أختي الفاضلة تعيدين اتصال مرة ثانية، حاولي. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا كلمتك على الاسئله، بس عندنا بالعراق طفت الكهرباء وما شفت الاجوبه، جزاك الله خير. اي اسئله؟ بارك الله فيك. عندي ولدي عمره تقريبا 8 سنوات، توفى قبل 5 شهور. طيب، واضح ابو عبد الله، الان تذكرت السؤال، لكن اخوي الفاضل البرنامج يعاد مرتين، يعني من فاتته الحلقه مباشره ممكن يشوفها في الاعاده، وممكن المخرج يساعدنا ويظهر لنا فترات الإعادة، بارك الله فيك وأبشر إن شاء الله. سبحان الله.
هم بالعادة هم طبعا الكهرباء علينا. يلا قدر. عندي سؤال ثاني شيخ جزاك الله خير. طيب تفضل. عندي سؤال ثاني بالنسبة لحياة البرزخ الأطفال، هل يعني موجودة حياة البرزخ الأطفال بالنسبة للأطفال؟ طيب. والثواب وصوت الفاتحة للميت يعني شنو الفائدة؟ باعتبار إن شاء الله أطفال المسلمين كلهم في الجنة، فهل طيب. الأمور بها فائدة يعني؟ طيب يا أبو عبد الله تسمع الجواب إن شاء الله. السلام. وعليكم السلام. أم أحمد؟ نعم شيخ. تفضل يا أختي. مرحبا شيخ. أهلا وسهلا. أنا من أم أحمد من العراق. إيه تفضل يا أختي. عندي سؤال يا شيخ، اقترضت مبلغ من أختي مليون ريال. اقترضت مبلغ كم؟ أنا مدي الزكاة مليون ريال من أختي استقرضت، إذا هو عندي موجود ما فرقت أني. إيه. بس بشوف يعني أنا أدفع الزكاة لو هي تدفع الزكاة. أنت أقرضتيها ولا أنت اقترضتي منها؟ لا أنا أخذت من عدتها وضمناتها خليتها عندي لأن احتياط أنا نادي حاطة احتياط أضمه عندي. إي طيب. يعني أنت حاطتها عندك أيه. فقط هكذا؟ ما تستعملينه؟ إي خليتها جوا إيدي احتياط جوا إيدي، قلت على مود أخاف يشيلها. فأنا أدفع الزكاة لو هي تدفع الزكاة. طيب يا أم أحمد تسمعين الجواب إن شاء الله. إي والله أخ. ايوه السؤال الثاني شيخ. ايوه. مثل عندي صلاه القسمه القبليه مع الظهر ولا الاذان اسمي اذن اصليها لو قبل ما ياذن. طيب يا ام احمد. واشكرك شيخ، رحم الله والديك. والديك مرحبا اختي. تفضل ام دعاء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتنا لك. إذا ممكن عندي مجموعة أسئلة إذا تسمح يعني. تفضل ام دعاء. شكرا جزيلا. السؤال الأول بالنسبة لي هناك أقوال متعددة حول يعني مثلا أكو أوقات بالصلاة يقال إنه أكو أوقات مكروهة للصلاة، بعدين أكو أقوال ثانية تقول لا ماكو يعني وقت مكروهة للصلاة، في كل وقت هو صلاة يعني مفضلة يعني الصلاة موجودة. فيعني أريد يعني بلزح عليك توضح لي يعني هل فعلا أكو هيك شيء يعني أكو أوقات مكروهة؟ أبشر يا أم دعاء. واضح أبشر. السؤال الثاني. شكرا. سؤال ثاني الإيميل مالكم يعني شغال ولا ما شغال؟ أنا دزيت لكم أكثر من مرة على الإيميل وما أجاني رد، بس ردت أعرف الإيميل شغال أو لا. طيب أبشر. وسؤالي الثالث حتى لا أخذ وقت المشاهدين أيضا، أريد بلزح ما أعرف بالنسبة للسجود سهو، أنا متابعة حضرتك يعني من تشرح على هذا الموضوع، بس يعني هناك مثلا سهو في مو في عدد الصلاة عدد الركعات عفوا، سهو في قراءة القرآن في قراءة الآيات، يعني قد أكون أني مثلا أقرأ قل إخلاص أو أقرأ الفاتحة لكن أني يعني أسهو في القراءة، يعني مو أسهو في عدد الركعات لكن أسهو في قراءة الآيات، فهل السهو يعني سجدة السهو تكون على يعني على هذه الجانب وهذا الجانب؟ أبشر يوم أبشر يوم دعاء يعني أبشر أبشر تسلمي. وآخر سؤال أستاذ من فضلك يعني ولو طولت عليك، بالنسبة لفن للتمثيل عموما فن التمثيل يعني هل هو حرام بشكل قطعي يعني أم لا؟ وأشكرك شكرا جزيلا على سعادة صدرك. شكرا جزيلا. مرحبا أختي مرحبا. فضل محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضيلة الشيخ، وأنا أصلي الظهر شكيت في الركعة الأخيرة لما جيت أسجد إني ركعت أو لا، فقلت لنفسي أكيد ركعت وكملت صلاتي وسجدت للسهو بعد الصلاة، بعدين شكيت مرة ثانية إني يمكن ما أكون ركعت وقمت وصليت ركعة وسجدت للسهو بعد، فهل صلاتي هذه خاطئة وأعيدها أو كيف؟ يعني أنت في آخر الصلاة شكيت هل هذه الركعة الأخيرة أم الثالثة هكذا ها؟ يعني في الركعة الأخيرة شكيت أنا ركعت أو لا في الركوع يعني قصدي. شكيت إنك ركعتي أم لا. أيوة. وأنت فقلت في نفسي أكيد ركعت أنا. وأنت في أي في أي موضع في الصلاة أي مكان؟ في السجود. في الركعة الأخيرة في الركعة الرابعة. والشك في الركوع حق الركعة الرابعة ولا الأولى؟ الأخيرة الرابعة. إيه. وأنت عندك وسواس أم محمد ولا ما عندك؟ مرات أنا يجيني شيخ يعني إيه؟ دائماً. إيه. فقلت أكيد ركعت وسجدت للسهو بعد السلام، بعدين شكيت مرة ثانية قلت يمكن أنا ما ركعت،
فقمت جيت بركعة واحدة على أساس أني أسوي فيها الركوع ومرة ثانية سجدت، فهل تعتبر هذه الصلاة خاطئة؟ طيب يا محمد أبشر، يا محمد أبشر. ممكن رقمك الخاص الشيخ؟ طيب ارجع الكنترول إن شاء الله يساعدونك. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ حمد بارك الله فيه من الشارقة يقول هو يقول ينقطع أحيانا النت عندهم في البيت، يقول أقوم فأستخدم النت حق الجيران يعني الحساب اللي تبع الجيران، يقول هل هذا يعد من السرقة؟ يقول مع أن الجيران فاتحينه. يا أخي حمد بارك الله فيك، هو النظام بأن لكل يعني بيت له يعني حساب خاص، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستعمل نت الجيران من دون إذنهم، فإذا استأذنتهم ما في بأس وأذنوا طبعا، أما إذا لم تستأذنهم أو لم يأذنوا ما يجوز للإنسان، لأن هذه خصوصيات، وهذا قد يضعف أيضا حتى النت الذي عندهم، يعني كثرة التحميل وكذا يضعف عندهم وهم يدفعون على هذه أموال، ولذلك إما أن تستأذنهم وإلا لا يجوز الاستعمال. حمد يسأل بارك الله فيه يقول عن طريقة الأذان الصحيحة، يقول أحيانا نؤذن يتأخر المؤذن ونؤذن بداله، كيف نؤذن؟ يا أخي الفاضل الأذان معروف، الأذان الآن ما يحتاج إلى تعليم، يعني الآن نحن من ولدنا وحتى كبرنا نسمع المؤذنين، ما من أحد إلا وهو يحفظ الأذان. الأذان بارك الله فيك هو أن يكبر المؤذن 4 تكبيرات، يقول الله أكبر 4 مرات، ثم يتشهد شهادة التوحيد 2، يقول أشهد أن لا إله إلا الله 2، ثم يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقول حي على الصلاة 2 وحي على الفلاح 2، ثم يأتي بتكبيرة واحدة يقول الله، عفوا بتكبيرتين، يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله مرة واحدة. طبعا جمل الأذان تكون مفردة، يعني يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر. وورد في حديث أن عمر، في حديث عمر أنه كان يجمع التكبيرة الله أكبر الله أكبر، هذا يدل على الجواز. وطبعا هناك أخطاء عند المؤذنين، في بعض المؤذنين يخطئ وأذانه حقيقة يكون محل نظر، يعني مثلا بعض من يقول الله أكبر، هذا الأذان باطل. ليش؟ لأن هنا قدم همزة الاستفهام كأنه يستفهم، يقول الله أكبر الله، غلط، هو يقول الله أكبر هكذا. ومن الأخطاء أيضا أن يقول أكبر، يمد أكبر، يمد باء أكبر، وهذا غلط لأن يتغير المعنى، يصير أكبر هذا معناه الطبل، إذا قلنا أكبر هذا معناه الطبل، إذن يقول الله أكبر هكذا، الله أكبر، يؤذن بهذه الطريقة. كذلك تشديد إن الشهادة الأولى أشهد أن لا، بعض الناس يقول أشهد أن لا إله، هذا غلط، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا في صلاة الفجر يأتي بالصلاة خير من النوم، يأتي بعد قول حي على الصلاة حي على الفلاح يزيد، يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. طبعا من السنة أن يكون المؤذن صيتا، صوته ندي جميل، بعض العلماء يقول يضع أصبعه في أذنيه لأن بلال كان يفعل حتى يكون أبلغ في الصوت، أيضا يستدير يمينا حين يقول حي على الصلاة، يستدير برأسه مش ببدنه، الآن بعض المؤذن يستدير ببدنه كامل، هذا غلط، لا، يستدير يقول حي على الصلاة هكذا، وعلى اليسار حي على الفلاح برأسه فقط، ما يستدير ببدنه مثل ما يصنع بعض الناس، حتى لو كان قدامه ميكروفون، إن هذه سنة، وإن كان بعض العلماء يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يقول بأن هذا كان قديما لما لم يكن ميكروفونات حتى يسمع من هنا ومن هنا، لكن الصواب بأن هذه سنة باقية بارك الله. هذا باختصار يا أخي حمد فيما يتعلق بالأذان بارك الله فيك. حمد يسأل عن قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، يقول هل يعني كل ما استجدت لنعمة أحدث بها؟ أخي الفاضل هذه الآية لها أوجه تفسير متعددة، منها قول الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى حدث يعني بالدعوة إلى الله،
نعمة الله عليك الإسلام والنبوة والرسالة، حدث بمعنى بلغ دين الله جل وعلا. والقول الآخر وهو الصواب أن هذه المسألة عم، فكل من من الله عز وجل عليه بنعمة ينبغي له أن يحدث بها، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. كيف بلسان الحال؟ يقول الحمد لله، الشكر لله، يظهر الرضا عن ربه جل وعلا، يظهر حسن الظن بربه جل وعلا، يقول اللهم إن أنعمت علي بنعم كثيرة، اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. هذا هو المؤمن. كذلك لسان الحال بأن يستعمل هذه النعم في طاعة الله جل وعلا، فهذا تحديث وشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك شكر الله يا حمد يكون على ثلاثة أشياء: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. شكر القلب هو الإقرار والاعتراف، تكون عقيدة في القلب بأن ما من نعمة في هذا الوجود إلا وهي من الله. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الأمر الأول. الثاني اللسان، شكر اللسان، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله على كل أحيانه. كان السلف الصالح إذا جاء يأكل وأكل اللقمة قال الحمد لله، وإذا جاء يأكل اللقمة الثانية قال الحمد لله. يكثرون من الحمد لله، حتى أن الحمد يتردد على ألسنتهم تردد هذا النفس في الصدور وتكرر الحاض العيون، بارك الله فيك. أما شكر الجوارح فاستعمال النعم في طاعة الله جل وعلا. لكن طبعا أحيانا ليس كل نعمة ينبغي التحدث بها. أحيانا بعض الناس ممكن أنه يخفي بعض النعم عن الناس أو عن بعض الناس حتى لا يحسدونه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر بها إلا عالما أو من يحب. يعني حتى الرؤية ما تخبر فيها كل أحد، يمكن بعض الناس يحسدك. ولذلك الآن بعض الناس مثلا رمته الأعين بالحسد. ليش؟ لأنه دائما يسولف عن نفسه، يقول أنا عندي فلوس وعندي تجارة وعندي كذا وعندي دخل كذا وعندي كذا. هذا غلط. لا، هو يقول الحمد لله، إذا سئل يقول يا ربك الحمد، نعم الله علينا كثيرة، ما ندري كيف نشكر الله جل وعلا، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. هذا يعني هذا أمر شرعي أيضا. لكن مثلا من يحب، من يطمئن إليه، من يرتاح له، من يعرف بأن هذا الشخص يحب له الخير، ممكن يبلغ بهذا الشيء. أهم شيء أن تظهر آثار هذه النعمة عليك. في من الناس عندها أموال لكن والعياذ بالله إذا رأيته تقول هذا مسكين من المساكين، هذا شقي بأمواله، لا يعرف يلبس عدل ولا يعرف يلبس عدل ولا يأكل زي مثل ما يأكل الناس، عنده أموال لكن والعياذ بالله يقتل على نفسه. هذا فيما يظهر بأنه جاحد بأنعم الله. الله عز وجل رزقك المال، استعمله في طاعة الله. صحيح لا تبطر ولا تتكبر ولا تبذر، لكن اصرف على نفسك. مو معقول عندك أموال وملايين ولا تصرف على نفسك ولا على أولادك ولا، وبعدين أين سيذهب المال؟ المال هذا إما في حادث وإما إلى وارث، إما يروح منك وأنت تشوفه بحريق بغريق بغرق بخسارة، وإلا إذا مت راح للورث. المقصود: وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بلسان الحال وبلسان المقال. أبو عبد الله بارك الله فيه سأل بالأمس من العراق، يقول بأن الكهرباء انقطعت عنده وما شاهد الحلقة. يا أخي أبو عبد الله، هو سأل يقول عنده ولد عمره 8 سنوات توفي، يقول يعني حكم إهداء الثواب له، حكم كذا، مسألة طويل. أخوي الفاضل، هذا الولد أسأل الله جل وعلا أن يجعله في عليين. ولدك اللي عمره 8 سنوات هذا ما جرى عليه القلم، مو مكلف، هذا لا حساب عليه، هذا ما يحاسب، بارك الله فيك. هذا إن شاء الله في كفالة إبراهيم، وهذا بإذن الله سبقك إلى الجنة يا أبو عبد الله بإذن الله. ولذلك يا أخي الفاضل، هو لا يحتاج إلى ثواب الصدق ولا يحتاج إلى، حتى تقول رحمه الله ما ينبغي. ليش ما ينبغي؟ لأنه هو الآن لا يعذب حتى نقول رحمه الله وغفر الله له. أن تقول اللهم يعني شفعه في، اللهم اجعله فرطا لي على الحوض، يعني بهذه الكلمات يا أخي الفاضل. وقضية الثواب والثواب هذه اصرفها إذا كان لك أبو أو أم أو جدة أو جد ميتين، اصرفها لهم، هم اللي ينتفعون بمثل هذه الصدقات. أما ولدك هذا لا،
واحتسب الأجر عند الله يا أخي الفاضل، واسأل الله جل وعلا أن يعوضك خيرا. هذا الذي أقول لك يا أخي أبو عبد الله. بالنسبة لحياة البرزخ، نعم الأطفال لهم حياة مثل حياة البرزخية، ما ينجو أحد من حياة البرزخ، لكن مثل ما قلت لك بأن الطفل الصغير هذا لا حساب عليه ولا يعذب، لأن هذا بريء ما كلف، يعني ما جرى عليه القلم، هو الآن لم يأمره الله ولم ينهى، يعني ما جرت عليه التكاليف. أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أم أحمد تقول اقترضت مبلغ 2,000,000 من أختها، تقول الزكاة على من؟ تقول أم أحمد بأن 2,000,000 أنا حاطتها عندي وضمتها عندي، تخشى من الظروف والأحوال. يا أخت الفاضلة بالنسبة ل2,000,000 هذه، إذا كانت قرض عندك فأختك هي اللي تزكيها، أختك هي تزكيها. أما إذا أنت أخذت هذه المليون، أخذت المبلغ هذا ونويت تشغلينه أو تحتفظين فيه أنت لأجل تنميته ولأجل الحفاظ عليه، فأنت أيضا تزكين إذا استعملت هذا المبلغ. أما إذا أبقيتي مثل الوديعة، الزكاة على أختك، بارك الله فيك. أم أحمد أيضا تسأل عن صلاة السنة القبلية الظهر، تقول قبل الأذان أم بعد الأذان؟ يا أخت الفاضل أنا دائما في هذا البرنامج أنبه وأوضح وأكشف وأبين بما لا يدع مجال يعني للبس، أن السنن القبلية دائما بعد الأذان، كلها بعد الأذان، سنة الفجر وسنة الظهر. اللي قبل أذان الظهر هذه من صلاة الضحى يا أختي أم أحمد، هذه من صلاة الضحى بارك الله فيك. أما سنة القبلية الظهر تكون بعد الأذان بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم دعاء بارك الله فيها تقول بأنها بالنسبة لأوقات الكراهة، أوقات الصلاة، تقول هناك أقوال لبعض العلماء يقول بأن هناك أوقات مكروهة يكره فيها الصلاة، وفي أقوال يقولون لا، ما في شيء اسمه صلاة مكروهة، الصلاة في كل وقت من الأوقات. يا أختي أم دعاء بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات هذه، عندنا الصلوات المفروضات هذه تصلى في أوقاتها، وعندنا ما يسمى بالنفل المطلق. النفل المطلق هذا لا يجوز الصلاة فيه في أوقات معينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلى وأن تدفن الجنائز في 3 أوقات، وفي حديث آخر بأنه نهى أن يصلى بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس. ولذلك عندنا 5 أوقات للنهي، 5 أوقات للنهي، هذه للنهي لصلاة النفل المطلق. أما النفل المقيد، أما الفرائض، أما قضاء الفوائد فيجوز. ما هو الوقت الأول؟ الوقت الأول من بعد انتهاء صلاة الصبح حتى ارتفاع الشمس، حتى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس. الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني تقريبا بعد 10 إلى ربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس. الوقت الثالث من حينما تكون الشمس في كبد السماء، وقت الظهر لما تكون الشمس في كبد السماء، هذا وقت منهي عنه، هذا أقل الأوقات، يعني ظرف دقيقة دقيقتين فقط، لأن هذا الوقت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه تسجر جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، العبرة بالصلاة طبعا في أي وقت صليتيها، يعني حتى لو بعد ساعة ساعة ونص مثلا، العبرة بالصلاة، ما بعدها ما يصلى نفل مطلق. الوقت الخامس والأخير عند غروب الشمس حتى تغرب تماما، فإذا غربت انتهى وقت النهي لما تبدأ بالغروب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشمس تطلع بين قرنين، تطلع وتغيب بين قرنين شيطان، وقال بأن المشركين يسجدون لها، فعند طلوع الشمس هذا أخطر الأوقات ما يجوز الصلاة فيه، وعند غروب الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة اللي هو مثل ما قلت لك أنا، اللي بعده يؤذن المؤذن ظرف دقيقة ونص دقيقتين تقريبا، هذا الوقت بعده يؤذن المؤذن، طبعا المسلم يحتاط 5 دقائق شيء من هذا القبيل. وعندك من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر، 3 أوقات هذه عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما يقوم قائم الظهيرة، هذه الأوقات 3 لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز فيها دفن الموتى. عندنا وقت ما بعد الفجر وما بعد العصر، وقتان طويلان، يعني النهي طويلان، ولذلك لا يصلى فيهما النفل المطلق فقط، أما دفن الموتى فيجوز.
دفن الموتى فيجوز. واضح يا أختي أم دعاء؟ ألخص الجواب حتى تستفيدين أنت واستفيدين باقي إخوان المشاهدين. أوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني مثل ما قلت ربع ساعة تقريبا، عندما يقوم قائم الظهيرة، بعد العصر، وعند غروب الشمس. في عندنا ثلاث أوقات النهي قليل فيها، يعني الوقت قصير، هذه لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز فيها دفن الموتى. ما هي؟ عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الأول قلت لك ربع ساعة. إذا أحد عنده جنازة ممنوع يدفنها في هذا الوقت. إذا أحد يبغى يصلي صلاة الضحى ممنوع حتى ترتفع قيد رمح. عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني مثلا قبل الأذان دقيقتين ثلاثة، وعند غروب الشمس، هذه لا يصلى فيها ولا إيش، لا يصلى فيها النفل المطلق ولا يدفن فيها الجنائز. بقي عندنا الوقت اللي بعد الفجر، بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذه ما يصلى فيها النفل المطلق. يعني لو جاء واحد قال والله بصلي أنا الحمد لله عندي وقت، نقول له لا ما تصلي، اقرأ قرآن اذكر الله. طيب بعد العصر، إنسان صلى العصر وانتهى، يقول أبا تنفل أصلي، يعني أتقرب إلى الله بالنواف، نقول له لا هذا وقت نهي فقط. أما الجنازة تدفن بعد الصبح وتدفن بعد العصر، بارك الله فيك. طيب تفضلوا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلك يا شيخ. مرحبا أختي، مرحبا. عندي سؤال. اي تفضلي. بالنسبة لزكاة الذهب، اي يعني كم كمية الذهب اللي يعني يحق لها الزكاة؟ يعني عندنا بالعراق يقولون يعني لازم الذهب يكون مقداره كيلو ولا يتزكى، كيلو هذا صحيح أم لا؟ من يقول الكلام هذا؟ يعني عندنا هنا جامع يعني يقول لازم يعني كمية الذهب كيلو ولا تتزكى. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني. اي تفضلي. واذا يعني اذا مو كيلو يعني استنى الكمية اللي يوجب عليها الزكاة. ابشري ابشري، واضح السؤال. عندك سؤال ثاني؟ بارك الله فيك. اي نعم، بالنسبة للوضوء. اي يعني هم عندنا يقول لك يعني حق الانسان لما اتوضى والبس الجواريب، من اريد ارجع اتوضى الناس يحق لي، هل يحق لي الوضوء يعني المسح من فوق الجواريب؟ طيب يا ام محمد. السؤال الثالث يا شيخ. اها. بالنسبة للأكل بالإيد اليسرى. يعني هو مكروه. نعم. يعني أني من ولدت للدنيا كل حياتي شغلي باليسرى، ما أقدر أغيرها. يعني كل شغلي باليسرى. طيب يا محمد. يعني يقولون هذا حرام، يعني حرام أنت كافرة. إي طيب، أنت إيش؟ يعني أنا ما أقدر أحاول يعني أشتغل باليمنى وأكلين ما أعرف. أم محمد. نعم. قالوا لك حرام إيش كافرة؟ ايه يعني هذا كفر، يعني تاكلين باليسرى. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، نسال الله العافيه. يعني طيب. طيب. وبالنسبه يعني السؤال الرابع. اها. بالنسبه اصلي واحب الصلاه، يعني اقرا قران بس اقطع الصلاه ما استمر بيها. يعني قصدك صلاه الفرض يعني ولا النفل؟ يعني استمر شهر او شهرين ارجع اقطعها. تقطعي اصلي. صلاه. صلاة الفرض ولا النفل؟ لا لا الفرض. أعوذ بالله، شلون يا أم محمد تقطعين الله يهديكي؟ والله يا شيخ يعني مسببتني مشاكل ما أعرف ليش. طيب يا أم محمد أنصحك إن شاء الله. أبشري 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 أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل أم ماجد. أم ماجد. إيه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك أخوي أنا عندي مشكلة مع أختي. إيه. أختي أخذ ولدي ودائما إيه. تآذيني وتحسدني على كل شيء، سوي لي أسحار في البيت يجنني. إيه. وقاطع ولدي وما أشوف زورة ولدي بالسنتين بالثلاثة ما أشوفه. إيه. ولا تجيني ولا توصلني وقاطعتها. يعني هي أنا مزوجة مزوجة بنت معاملة. ابنك متزوج بنتها؟ بنت أختي. ايوه ومعامله باحسن معامله وهي تآمني باخس معامله. ودحين قاطعتها ما اروح له ولا هي ما تجيني، بس ما ادري علي ذنب ولا ما علي ذنب. وابنك ايش موقف ابنك؟ ولدي محتار.
ما هو عارف هو معايا ولا معاه. وصار يجيني ولدي لوحده كل أسبوع يجي يجيني، بس أمه مرة ما أشوفه، ما أتمنى أشوف بناته، عنده 4 بنات يحرموني منه ما يخلوهم يجوني ولا أشوفهم ولا في عيد ولا في شهر جديد. طيب يا أمي استنى مرة أبشر إيه يا أمي. الله يديك العافية، عشان أنا إنسان أخاف الله وما أبغى يجيني ذنب. الله يعافيك يا ماجد، وان شاء الله على خير انت، ان شاء الله على خير. كن كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. الله يعيننا وياك. نكتفي. تفضل يا ساعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك. بدي اسالك خير. سعد عمل كمدير لصالات عرض بيع. اي نعم. البضائع مستورده على اساس انها مستورده من بلدان اوروبيه، لكن هي ليست بكذلك. إيه؟ مستوردة من غير بلدان. تقليد ها؟ طبعا للجودة. يعني تقليد. مش تقليد، غير تقليد، لكن على أنها فرضا إيطالية غير تقليد، لا يوجد مثلها هناك. طيب أنت تعرضها يعني هي من بلد مثلا أوروبي، تعرضها على أن عفوا من بلد آسيوي، تعرضها على أن من بلد أوروبي؟ نعم. نعم نعم. انا لست صاحب المكان، انا اعمل هنا كمدير للموظفين، كمدير الاداره العامه، مدير للعرض في المحل. هل عملي في هذا المحل يكون مالي يعني حلال او حرام؟ لكن انت يا سعد لما تيجي تعرض تقول هذه كذا وكذا وتشير الى انها من اوروبا وانت تعلم بان انا لا اعرض. ها انا لا اعرض، انا كمدير للاداره للموظفين لامور الماليه، مدير عام يعني. ايه إيه نعم. انا لا ابيع بنفسي يعني. طيب طيب يا سعد. الموظفين هم المكلفون بهذا. طيب يا سعد. اريد ان اسالك شيخ بعد عمرك استح سؤال. تفضل اخي. انا متزوج، مرتي زوجتي غير كانت غير مسلمه. نعم. حتى ما تزوجنا في المسجد. انا عارف من شروط الزواج ان يكون هناك وكيل. يعني أنا في بلد غير عربية لكن مسلمة بشكل عام. اشترط فقط المهر والشهود والقبول، لكن لم يكن هناك وكيل. من اللي زوجكم؟ الإمام في المسجد. في أوروبا ها؟ إمام في المسجد. في كازاخستان. كازاخستان. يعني بدون وكيل بس، وأنا أعرف أنه ممكن هو يكون شرط من شروط الزواج. طيب يا سعد أبشر. شكرا. مرحبا. طيب طيب الأسئلة كثيرة اسمحوا لنا والوقت ضاق. أم دعاء أيضا تسأل تقول طبعا هي بالنسبة للإيميل يا أخت الفاضل مفتوح الإيميل، لكن زحمة الاتصالات وزحمة الرسائل أحيانا تمنعنا من عرضها، لكن إن شاء الله نعرضها في أيام السبت بإذن الله. أم دعاء تسأل عن سجود السهو، تقول سجود السهو يكون في الأفعال ولا في الأقوال والأفعال، وذكرت قضية القراءة. يا أخت الفاضلة بالنسبة لسجود السهو يكون في الأقوال يكون في الأفعال، في الأفعال في الواجبات والأركان، وفي الأقوال أيضا في الواجبات والأركان. لكن إذا تركت سنة قولية فإن هذا لا تسجدين له للسهو. يعني لو نسيت مثلا دعاء الاستفتاح ما تسجدين للسهو، لو نسيت القراءة بعد الفاتحة، لأن قراءة ما بعد الفاتحة سنة وليس بواجب وليس بركن، لو نسيتي مثلا ما قرأت قل هو الله أحد ولا كذا ولا شيء من هذا السور ما عليك شيء، لكن لو نسيت قراءة الفاتحة وأنت متأكدة لابد أن تأتي بالفاتحة لأنه ركن. بارك الله فيك. ولذلك سجود السهو للأركان الواجبات على حسب ترتيب ذكرناه يعني فيما سبق، لكن السنن القولية مثل قراءة ما بعد الفاتحة لو نسيتيه مثل ما ذكرت أنت ما عليك شيء. أم دعاء تسأل عن فن التمثيل، تقول يعني هل هو حرام قطعي أم ماذا؟ أختي الفاضلة بالنسبة للتمثيل هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لأنه في واقع الأمر هو من الأشياء الجديدة، وهذا الفن وهذا كذا من الأشياء الجديدة. من أهل العلم من يذهب إلى أن الفن يعني مباح إذا كان ب يعني بشكل يؤدي رسالة معينة، يوصل رسالة مجتمعية، يوصل رسالة أخلاقية، ينقل التاريخ نقل صحيح، يذكرون هذا. وبعض العلماء يرى بأن التمثيل محرم، وذلك لاشتماله على الكذب وعلى التدليس وعلى المزايدات أحيانا، وهذا كلام مبحوث، وهناك لجان
هناك فتاوى في عند المجامع الفقهية وليس المسألة فيها إجماع، المسألة ليس فيها إجماع. أنت سألتي هل هو حرام قطعي أم لا، ذكرت لك أنا الخلاف. أم محمد تقول بأنها صلت الظهر وشكت في الركعة الأخيرة هل ركعت أم لا في الركوع، تقول يعني مشيت الصلاة على أني إيش ركعت، تقول بعد الصلاة زاد الشك فقلت روح أجيب، راحت جابت ركعة حسب ما ذكرت ثم سجدت للسهو. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لسجد السهو سببه ثلاث أشياء، سببه زيادة أو نقص أو شك. أنت شكيتي، ينظر الإنسان إذا غلب على ظنه بأنه قد أتى بهذا الركن مثل حالتك ما يحتاج أنك تسجدين، مثل حالتك أنت داخل الصلاة شكيتي ركعتي ولا لا، وبعدين غلب على ظنك بأنك ما ركع، عفوا بأنك ركعتي، ولذلك قلتي أسجد للسهو، أنت في هذه الحالة ما تحتاجين سجود سهو. أما إذا غلب على الظن، يعني بمعنى الآن شكيتي وزاد الشك عندك إلى درجة أن تقول لا يمكن يعني أغلب شيء أني ما ركعت، تقومين فتركعين، تقومين من السجود تركعين وتكملين صلاتك ثم تسجدين للسهو بارك الله فيك. على العموم ما عليك شيء، هذا إذا كنت سليمة. أما إذا كان الإنسان موسوس أو عنده دائما شك وكذا، هذا ما يلتفت لهذه الأشياء، وعليه أن يتقي الله وأن يستقبل صلاته. أم محمد أيضا عندها تقول بالنسبة لزكاة الذهب، تقول في العراق يفتون عندنا بأن الزكاة إذا ما يزكي إلا إذا كان بلغ الذهب كيلو. يا أخت الفاضل، هذا كلام باطل، هذا كلام مردود على أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن نصاب الزكاة وأوضحه بيانا واضحا، وهو بالتقدير الحالي يا أخت الفاضلة 85 جرام، 85 جرام، اللي يملك 85 جرام من الذهب وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكي. هذا لمن أعد الذهب للتجارة أو عدته المرأة للكنز أو عدته للبيع والشراء بعدين، يجب عليها أن تزكي هذا الذهب إذا بلغ 85 جرام فأكثر. 85 جرام، وين 85 جرام عن الكيلو يا أختي أم محمد؟ هذا الكلام لازم يوضح لهؤلاء الجهلة، هذا الكلام لازم يوضح لهؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. وأي دعوة يقال والله سعر قيمة الدينار نزلت وكذا، هذا كله ما له علاقة، الذهب على حاله، الذهب على حاله، فأخبريهم بهذا بارك الله فيك. لكن المرأة التي عندها ذهب أعدته لللبس، حلي لللبس والزينة تزين فيه، ما عندها نية تبيعه وما عندها نية تكنزه، هذه خلافية المسألة. الصحيح وأنا أفتي بهذا في هذا البرنامج كثيرا بأنه ما عليه زكاة، ما عليه زكاة، أشبه بالقنية. أما إذا كان أعدته للكنز، يقولون لليوم الأسود، هذا الذهب اليوم الأبيض اليوم الأسود، هذا الذهب سأبيعه إذا ارتفع وكذا، لا يجب فيه الزكاة. أما تقول لا والله أنا عديتها لللبس فقط، ما عليه زكاة. أم محمد تسأل عن المسح على الجوارب إذا لبست على طهارة. نعم يا أخت الفاضل، الجوارب والخفاف واللفائف وأي شيء يغطي القدمين، يغطي محل الفرض من القدمين إلى الكعب، إلى الكعبين، هذا تمسح على المرأة بشرط أن تلبسه على طهارة. طبعا الرجل كذلك، والمرأة الجوارب هذه يمسح عليها إذا لبسهم الإنسان على طهارة وغطيا محل الفرض. أم محمد تسأل عن الأكل باليد اليسار، تقول ما حكمه؟ تقول أنا متعودة أني أكل باليسار وأشتغل باليسار وأكتب باليسار من قديم. تقول قالوا لي بأن هذا كفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا الذي قال بأن الأكل باليسار كفر، هذا يعني فتح على نفسي أبواب الجحيم والعياذ بالله. قال قولا عظيما، يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. مصيبتنا الآن والله ما أريقت الدماء ولا انتهكت الأعراض ولا سلبت الأموال إلا بمثل هذه الفتاوى الجائرة الظالمة، إلا بمثل هذا الجهل الذي يتصدى له ويتصدر له كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام. يا أخت الفاضل، الأكل باليسار جماهير أهل العلم يقولون مكروه، وهناك قول لبعض العلماء يقولون بأنه محرم، وهو الصحيح حرام لكن مو بكفر، ليس كفرا، هو حرام، والعلماء يقول مكروه أيضا.
ولذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يأكل بيساره ويشرب بشماله، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وكان يأمر يقول لعمر بن أبي سلمة يقول كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب بشماله، يشرب بشماله يأكل بشماله، فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، منعه الكبر، فقال لا استطعت، يعني دعا عليه وسلم فشلت يده والعياذ بالله، يبست يده. والمقصود يا أختي الفاضلة الأشياء تأتي بالتعود، أنت لابد تتعودين، يعني قضية الأكل والشرب باليمين والإعطاء باليمين هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بالمجزوم أنك تحبين النبي عليه الصلاة والسلام وترغبين في اتباع سنته وتتمنين أنك تكونين معه يوم القيامة. ولذلك هذا ما يتأتى إلا بطاعته، ما يتأتى إلا باتباع هديه وسنته. فيا أختي الفاضلة عودي نفسك، يعني ما في بأس تكتبين باليسار تشتغلين باليسار، لكن الأكل والشرب باليمين هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصل أنت ارتكبتي أمر منهي، لكن ما يكفر الإنسان بهذا، يعني الإنسان لو زنى لو سرق لو شرب الخمر ما يكفر، نقول هذه كبائر، ما يجوز أن يقال كفر لأنه زنى، كفر لأنه سرق، كفر لأنه شرب الخمر، ما يجوز، كفر لأنه أكل الربا حرام، أكل الربا كبيرة، الزنا كبيرة، سرقة كبيرة، شرب الخمر كبيرة، ما يجوز الإنسان أن يتلفظ بلفظ بإطلاق لفظة الكفر على المسلمين، هذا أمر غاية في الخطورة، إلا إذا استحل الإنسان، وهذا وراء هذا ما يتكلم فيه إلا القضاة، إلا العلماء الأكابر. ولا يجوز الإنسان أن يلوك كلمة الكفر على لسانه ويجعلها ويرميها على المسلمين، يتقون الله جل وعلا ويخافون الله سبحانه وتعالى. والمقصود يا أختي الفاضل عودي نفسك، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ونعتقد لو أن وإن شاء الله الفال بعيد، لو الطبيب قال لك سوي الشغلة الفلانية لأن يدك هذه ممكن تصابين بالشلل، لكن سوي تعودي على اليمين، يمكن أنك رحت تركضين واستجبت لهذا يا أم محمد، لكن الله يأمرك بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا، فأنت تعودي. اللي لو جيت تاكلين وتشربين حط يدك في جيبك، والله لو ربطتيها مثل بعض الناس يقول يربط يديه وراء ويتعود يأكل، يعني الشيء بالتعود بارك الله فيك. أم محمد سألت سؤال عجيب وغريب، تقول إنها محافظة على الصلاة وأحيانا تقطع وتقطع لمدة شهر. يا أم محمد الله يرضى عليك، ترك الصلاة جريمة، ترك الصلاة مصيبة. يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا يعني صلون يتركون، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول جل وعلا فويل للمصلين، سماها مصلين، ويل هذه كلمة وعيد وتهديد، وقيل وادي في جهنم والعياذ بالله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلون وقت ويتركون وقت، أو يصلون فترة ويتركون فترة. ما يجوز يا أخت الفاضل، تخيل يا أم محمد أن أجلك غدا، وإن شاء الله العمر كله لك إن شاء الله، الله يطول عمرك، تخيلي أن غدا تلاقين الله جل وعلا، ما موقفك أمام الله وأنت تارك للصلاة؟ والله تعالى أمر بالصلاة وأحب الصلاة ودعا إلى الصلاة، اتق الله يا أم محمد، حرام، أنت امرأة صالحة، امرأة تخافين الله، ما سألت إلا أنك امرأة تخافين الله جل وعلا، كيف تضيعين الصلاة؟ كيف يرتاح إنسان؟ أنا ما أدري والله، إنسان تفوته صلاة كيف يرتاح؟ صلاة واحدة كيف يعيش وكيف يرتاح؟ ولذلك إلجأ إلى الله وصلي، أنت ما خلقت في هذه الدنيا للبقاء والخلود، أنت خلقت لأداء مهمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملكان في الرؤيا وأخذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه أحوال أهل النار نعوذ بالله، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان ملقى على الأرض ورجل بيده صخرة كبيرة يرمي بها هذا رأس هذا الرجل فينثلغ رأسه يعني من شدة الضربة فيتدهده الحجر هناك، ثم يأتي وقد التأم الرأس فيضربه ويتدهده الحجر وهكذا يعذبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد الفظيع، مشهد فظيع، قال سبحان الله ما هذان؟ فقال الملك هذا ملك موكل بتعذيب هذا. تدرين هذا ماذا كان ذنبه؟ هذا كان ينام عن الصلاة المفروض، هذا كان يتعمد ينام عن الصلاة المفروض،
يعني إذا 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 جاءت الصلاة نام حتى يخرج وقته، فيعذبه الله جل وعلا في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. فيا أختي محمد راجعي نفسك واحرصي على صلاتك وواظبي عليها، وتخيلي أنك واقفة بين يدي الله. كيف الإنسان، هذا واجب من واجبات من أركان، هذا مما فرضه الله جل وعلا، كيف تفرطين فيه؟ أسأل الله أن يهدينا وإياك. خلاص. وأم ماجد أعتذر منك، والأخ سعد المخرج يقول انتهى وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا أستفتح اللقاء بالإجابة على سؤالك أم ماجد والمشكلة اللي عنده، وكذلك الأخ سعد. أشكر الجميع وألتقيكم غدا بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك